تحكي اليوم شو رايك في اختتام دوري كرة القدم الرمضاني للكبار؟ طبعا دوري قدامى كفر قاسم دوري ناجح، دوري للسنة الرابعة، 6 أشهر واحنا نلعب كل يوم جمعة، واليوم الختام كان للنهائي بين احسن فريقين في الدوري، وتوقعت ان المباراة توصل لضربات الجزاء وكله بقى كان ناجح. وطبعا نشكر القائمين على هذا الشيء، شادي طه ابو داود، وطبعا بلدية كفر قاسم، وان شاء الله من سنه لسنه قدامى كفر قاسم بيجوا بيأدوا الاداء هذا بالرغم من الجيل غيداء. انا اليوم 46 سنه وفي اللياقه هذه الحمد لله، ما دام عندنا الصحه بنضلنا نكمل نلعب في هذا الدوري، ودوري ناجح، وان شاء الله كل الوسط العربي بيحظوا هذه الخطوه وبيقوموا في دوري في بلادهم. والشان هيك دوري يكون على مدار الوقت دائما مش بفتره رمضان او فتره صغيره. اول شيء الدوري مش بقى في فتره رمضان، الدوري هذا مهم طبعا اللي شايفينه احنا في الوسط العربي، بنشغل جميع الاجيال حتى صغار انهم يجوا ويشاهدوا مباريات زي هذه ويلعبوا في ويكونوا في اطار كره قدم، اطار رياضي. هذا مهم انه نساعد في مسح العنف الموجود في وسطنا بيداء. تحكي لي شو رايك في اختتام دوري القدامى لكره القدم في كفر قاسم في بلدك؟ أجواء رياضية قسماوية رمضانية، هاي أشياء عادي بكفر قاسم على مدار كل السنة، في عنا نشاطات رياضية لأنه هاي هي اللي بتجمعنا وبتخلينا مع بعض. قديش مهم هدول الكبار يضلوا يلعبوا مع إنه عم تشوف لياقة عالية وهن كبار بالسن؟ هدول الصغار هم، هدول الكبار كانوا صغار وهم اللي عمليا كل إمبراطورية الكرة اللي موجودة بكفر قاسم بدعوها هدول الشباب، هدول كلهم إلهم باع وإلهم مثال لكل الصغار اللي بنشوفهم. الأجواء اللي بتعيشها كفر قاسم أجواء رمضانية، والأجواء الرياضية والنجاحات الرياضية غير مسبوقة في كفر قاسم وعلى الوسط العربي، هذا بتدل قديش الوحدة، قديش البلد متماسكة، قديش حبها لكرة القدم. فإحنا جزء من هذا الشعب، إحنا كل دعم مثل هدول الناس من ناحية مادية أيضا ويكونوا بالدوري بشكل ثابت كل سنة. كل سنة البلدية وكل المحلات التجارية وإحنا والقوى الاجتماعية في البلد إيد بإيد دائما دائما دعم لهاي النشاطات. هاي النشاطات بتجيش من العدم، الدعم مستمر على مدار كل السنوات، وفي محبة، في مودة، في مودة يعني بين الشباب والجمهور والشباب اللي موجود، فهذا بيعكس كل شيء. هاي كفر قاسم، بتأمل انه وسطنا العربي نكون احنا اهل ومثال لكل. تحكي لي شو رايك في اختتام دوري كرة القدم للقدامى؟ الاختتام كان حلو ومليح، مبروك لفريق فلفل على الفوز، حظ يا اوفر ان المره الجايه ان شاء الله السنه الجاي. مثل هيك برامج للكبار بالسن وعم بتحافظوا بعدكم على لياقتكم البدنيه؟ هو الواحد بده يلعب اذا بدناش نمارس الرياضه وين نروح بعدها؟ نروح على القبر يعني؟ بدنا نصير شروشنا والكدة؟ خلينا بنمارس شوي الواحد، منيح هذا الشيء في كفر قاسم، بيعملوه كل سنه، الشيء ممدود على طول السنه، والكل مبسوط، وبنشكر اداره الدوري على هذا الشيء ومن رئيس البلديه ولابو كمال ولل كل الموجودين. انت بتحكي لي بدايه شو رايك في اختتام دوري القدامى لكره القدم؟ اول شيء هذا دوري انا بفتخر فيه، هذا بلم كل اللعيبة القدامى، كل اللعيبة اللي هم عندهم طاقات، كل اللعيبة اللي هم ماضي وتاريخ في كفر قاسم، وطبعا شفنا حتى مستوى اللعب هذه كمان لهم حاضر، حتى مستقبل شباب يعني، صحيح اجال 40 45 بس شباب بيلعبوا عندهم لياقة عالية، هم بيعطوا مثل للعيبة انه هذا العطاء تبعهم لا ينقطع. قديش مهم يضل هاي الدوري على مدار السنة مش بس في شهر رمضان أو بفترة صغيرة؟ مهم جدا، هذه في عندنا الدوري، في عندهم كمان هم دوري اللي هي مستمر مش بس في رمضان، مستمر على مدار السنة. أنا بشكر إدارة الدوري شادي وبنان وكل الشباب وسامي أبو السادك وعايد وبلعبت كل ومحمد عايد، كل إدارة الدوري بتأمل إنه ما نسيت حدا منهم على يعني بمهنية، أداروا هذا الدوري بمهنية عالية، وإحنا دائما داعمين لهم معنويا ماديا، أهم شيء إنه معنويا إحنا
شجعينهم على طول الخط ان شاء الله. تحكي لي بدايه عن فكره الدوري وشو رايك بالاختتام اليوم؟ فكره الدوري اخت بيداء فكره جميله جدا مشان نحارب قضايا العنف وسطنا العربي، احنا بحاجه لهي الفعاليات، هاي الفعاليه بتعطي امل للشباب انهم ينخرطوا في اطار رياضي تربوي وثقافي واجتماعي ويتعلموا على التاخي، يتعلموا على الاحترام المتبادل، احنا نقصنا الوسط العربي هاي الفعاليات، احنا بنستثمر اموالنا في مشاريع اللي هي مش كثير مفيده لمجتمعنا، انا بقول لكل رؤساء البلديات، عندنا رئيس عادل ابو بدير اللي بدعمنا في الفعاليه هذه، فعاليات الرياضيه هي محاربه العنف، هي التسامح. قدامى وكبار في السن ايضا محافظين على لياقتهم، قدامهم على مدار السنة يضلوا يلعبوا ويضلوا احنا اخت بيداء كل عندنا كل سبع شهور في عندنا الدوري هذا متريح في استراحه شهرين او ثلاثه وبنستمر في هذا الدوري المحترم اللي بحافظ على اخلاق واللاعبين انتهت سلموا على بعض خلصنا. الاجواء كانت ممتازه، اقبال جميل، عندنا كان وزير عيسوي، عندنا كان عادل بدير رئيس بلديه، عندنا كان عضو كنيسه نائب برلمان، عندنا مرشحين داعمينا وفي عندنا داعمين للدوري هذا، والحمد لله انا مبسوط كثير طبعا بوجودكم قناه هلا، كثير مبسوط فيكم. انا تحكي لي شو رايك في اختتام كره القدم الرياضي للقدامى الكبار في السن؟ طبعا هذا الدوري هاي السنه الرابعه على التوالي بمبادره ودعم وزاره الثقافه والرياضه، احنا كل سنه ان شاء الله بندعم هذا الدوري. الدوري طبعا زي ما انت شفتي هو قدامى، لكن حسب اللي شفناه على الملعب اليوم ما شاء الله صغار ويعني بيقدروا يلعبوا في الدوريات، فاحنا طبعا الهدف منا دائما انه نعطي قديش بنقدر لاهلنا لبلادنا في وسطنا العربي في مجتمعنا العربي وشبابنا، بدل ما انت بتعرف اليوم الوضع العنف وكل المشاكل اللي احنا بنمر فيها، نعطي اقل ما فيها هذه الاماكن لشبابنا لحتى يبقوا. المهم يكون بكثير بكل بلاد مش بس بكفر قاسم، يكون هذا الدور بكل بلاد وننشر هذا الشيء. طبعا احنا كوزاره الثقافه والرياضه دائما وابدا ندعم في كل بلاد في المجتمع العربي في مثل هذه الدوريات، واحنا اليوم طبعا في شهر رمضان المبارك يعني، وهذه برضو طبعا فرصه نكون كل عام وانتم بخير لكل المشاهدين في قناه هلا، لكل اللي بيشوفونا، الكم انه انتم جيتوا خصوصي على كفر قاسم على بلدي يعني. لكن يعني اجمالا لسؤالك، وزارة الثقافة والرياضة دائما وابدا بتدعم مثل هذه المشاريع في كافة البلدان العربية، واحنا طبعا بنثمن على جهود كل مدراء اقسام الرياضة، كل العاملين، يعني اليوم اللي انت شفتي مش بس فقط كإدارة الرياضة في البلدية، انما ناس تبرعوا من جيوبهم الخاصة من وقتهم الخاص واجوا لحتى يعطوا ويشاركوا وينجحوا هذا المشروع. تحكي لي شو رايك في اختتام دور القدامى لكرة القدم؟ شو رايك بالاختتام؟ اختتام الفريق اللي فاز بيستحق هذا الاشي، لانه فريق جيد اجا صاحي اجد منا، بكى ان لازم ناخذ اللعبة بس ما 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 ساوى الحظ، اجا الحظ لانه ربنا احكم الحاكمين، ربنا ما بظلم حدا، إلهم الحق ياخذوا اللعبه واخذوها، ويا ريتوا الف مبروك لفلفله وكل عام وكل الناس بخير وكل اللي اجوا متشكرين للي اجوا، شكرا لهم وكل عام وانتم بخير بالف خير للجميع، ويا ريتوا الف مبروك بقول لفريقنا، انتم فريق كبير عريق ياما ما اخذ كاسات، فيش دوري بخش فيه الا بيبكى فيه كوي، احنا فريق ان شاء الله بنضلنا كويين، وفرحوا للفريق الثاني لانه احنا بنعرف شو هذه الفرحه، وبارك الله في فريق الدتشاني وبارك الله في فرقه فلفله، ويا ريت الف مبروك وكل عام وتشوفوا الكاسم بخير.
شو تشجع يعني؟